نبدأ بالأخبار سريعا. النهاردة الرئيس السيسي استقبل الرئيس السوداني عمر البشير في أول زيارة منذ تقريبا سنة ونص للرئيس السوداني، زيارة تحاول أن تذيب كثير من المشكلات التي كانت عالقة بين البلدين. كان في محاولات عديدة، كان في زيارات ولقاءات بين رؤساء المخابرات بين البلدين، كان في لقاء ثلاثي بين الرئيس السيسي والبشير وديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، قضية النيل وقضية الحقوق المصرية وحقوق الجميع في نهر النيل كانت في مقدمة المباحثات المصرية السودانية. المتحدث الرئاسي قال انه كل القضايا كانت على مائدة الحوار وتم فتح كل القضايا. الحقيقة ان الرئيسين عملوا مؤتمر صحفي مشترك تحدث فيه عن التعاون وعمق الدعم بين البلدين. لكن خلونا نبدأ بلقاء الأسرة المصرية، وهو لقاء يعني اعتاد الرئيس دي ثالث سنة يعملها، ربما في قرب يوم عيد الأم اللي بنحتفل بيه يوم الأربع بعد بكرة بإذن الله. لقاء الأسرة المصرية النهاردة اللي أيضا كان حاضر فيه الرئيس عمر البشير، كان في بقى مجموعة من الشباب، طلبة الجامعات، يعني عدد كبير من الإعلام، يعني كان في عدد منظمات كثيرة جدا. وتحدث الرئيس السيسي في شكر المصريين في الخارج، حيا الرئيس عمر البشير اللي كان موجود، و يعني شكر المصريين على أدائهم. ونسمع جزء من كلمة الرئيس. الأخوة والأخوات الأعزاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز الرئيس عمر البشير والوفد السوداني المرافق لفخامته، أرحب بهم، أرحب والله وأنا بحبكم. أرحب بهم متشكر. طب ادوني فرصة، بس ادوني فرصة، ادوني فرصة. ارحب بهم بين أسرتهم وفي بلدهم مصر. إنها لمناسبة عزيزة على قلبي وعلى قلوب كل المصريين أن نحتفل اليوم بيوم الأسرة المصرية مع أخ كريم وشقيق عزيز وصديق مقرب. في هذه المناسبة التي تجسد وبكل الصدق مشاعر الأخوة بين شعبي وادي النيل منذ أقدم العصور، فمصر والسودان أسرة واحدة وشعب واحد تربطهما وشائج أزلية لا انفصام فيها من الأخوة والصداقة ووحدة المسار والمصير. هذا ما يستقر في وجدان كل مصري وكل سوداني من واقع هذه العلاقة الخاصة التي طالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمع بينهما من تاريخ وحضارة مشتركة وامتداد بشري متصل وعلاقات نسب وقرابة ومصاهرة على نحو يجعل من الشعبين المصري والسوداني أشبه بشعب واحد في وطن واحد. ولعلي لا أبالغ
عندما أقول ولعلي لا أبالغ عندما أقول أن ما يجمع الشعبين المصري والسوداني هو رباط مقدس تمتد جذوره منذ أن خلق الله الأرض، وستستمر بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل نهر النيل العظيم هو الرمز الأكبر لهذه العلاقات والصلات. ده كان ترحيب حار الحقيقة بالرئيس عمر البشير، وترحيب حار أيضا بالرئيس السيسي من جموع الحاضرين قبيل طبعا فترة الانتخابات. الرئيس أيضا تحدث عن الأزمات التي مرت بها مصر، ولكن كيف استطاعت مصر بشعبها أن تعبر هذه الأزمات؟ سيدات والسادة، شعب مصر العظيم، تمضي بلدنا يوما بعد يوم نحو مستقبل أفضل بإذن الله. اجتزنا معا فترات عصيبة وظروف قاسية، مررنا باختبارات صعبة ونجحنا فيها بفضل تكاتفنا وإخلاص نوايانا لله والوطن، بفضل تضحيات كبيرة لرجال منا سقطوا شهداء بينما يدافعون عن ثرى هذا الوطن وكرامته وحريته. إننا نتجاوز معا يدا واحدة مكائد قوى الشر ومخططاتها، نواجه أحقادهم على وطننا بصلابة وإصرار على النصر، بعزيمة لا تلين وعبقرية شعب أبي لا يقبل الهوان. وضعنا خلال السنوات الماضية أساسا راسخا لدولة المستقبل التي نحلم بها جميعا، دولة التقدم والازدهار والخير والسلام، دولة الاستقرار والنماء التي يعيش مواطنوها فيها كراما تحت ظل العلم العلم الخفاقي دوما بإذن الله. الرئيس أيضا تحدث عن الانتخابات، دعا المصريين للنزول إلى يعني صناديق الاقتراع، شكر المصريين في الخارج. الحقيقة أدائهم كان مشرف جدا، نسمع مقال. وها هم أبناء أوفياء من هذا الشعب الكريم وهم أبناء مصر في الخارج يقدمون نموذجا ملهما ويضربون المثل في الوطنية. يشهدون العالم على حبهم لمصر وحرصهم على المشاركة الفاعلة والإيجابية في رسم ملامح المستقبل لهم ولأبنائهم وأحفادهم. فلأبناء مصر الأوفياء في الخارج كل التحية والتقدير والاحترام. التحية والتقدير لكل أب وأم، ابن وابنة قاموا بأداء واجبهم الوطني في تقرير مستقبل مصر. كل التحية والتقدير لمن تحملوا الظروف المناخية الصعبة ومشاق السفر من مدينة لأخرى ليستطيعوا التصويت في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن توجهاتهم واختياراتهم، فلهم فيها كل الحرية. ولا يساورني شك في أن أبناء الشعب المصري الوفي سيلبون نداء وطنهم أيام الانتخابات داخل الجمهورية، سيلبون نداء مصر وهم على يقين أن مشاركتهم تعني الكثير، وإنه وبكل الصدق وأيا كانت اختياراتهم وآرائهم السياسية فإن مشاركتهم الكثيفة في الانتخابات تعطي هذا الوطن دفعة كبيرة إلى الأمام وترفع اسمه عاليا بين الأمم وترسي دعائم مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وتقدما. فلكل مصري ومصرية يحلمون بغد أفضل أقول لكم جميعا أنتم الأمل، أنتم الأمل، أمل هذا الوطن ورجاؤه. أبناؤه الأوفياء
الذين لا يتأخرون عن نصرته متى سمعوا ندائه. أقول لكم أقول لكم شكرا جزيلا. أقول لكم أنا بحبكم بس هتنزلوا يعني أنا بحبكم بس في الزيت. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أقول لكم اجعلوا من فضلكم أقول لكم اجعلوا قامة مصر عالية وصوتها مسموعا، اجعلوا العالم بأسره يشهد كيف نبني نحن المصريين قواعد المجد معا.